السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي سمورة، اللي ان شاء الله نوريكم كيفاش تعمل واحد البطانية سهلة جدا وخفيفة، يعني دغيا كتخدموها. بطانية للأطفال أو بطانية كتزينوا بها فوق السرير أو في الكنابي أو فوق الكنابي أو فوق الكراسي، أو حتى إلى استعملتوا خيط سيراميك تقدروا تستعملوها كمفرش للأرض هكا في الغرف الأطفال ديالهم. أول حاجة وهي عقدة البداية، ثم سلسلة من 4 غرزات. ممكن تستعملوا أكثر من لون، أنا بالنسبة لي استعملت 3 ألوان، لكن اللون الرئيسي هو هذا اللون الأخضر الغامق. بعد عقدة البداية غنعملوا 4 غرزات، يعني سلسلة من 4 غرزات، ثم منزلقة في أول غرزة، منزلقة في أول غرزة، ثم ارتفاع 3 غرزات، داخل الدائرة غادي نعملو 19 عمود بلفة. داخل الدائرة غادي نخدمو كما كتلاحظوا، داخل هاد الدائرة غنعملو 19 عمود بلفة، زائد 3 غرزات اللي ارتفعنا بهم، غادي يصبح المجموع 20 عمود بلفة. نعيد مرة أخرى، داخل الدائرة غادي نعملو 19 عمود بلفة، بالإضافة إلى 3 غرزات ارتفاع، غادي يصبح المجموع النهائي للعمود بلفة وهو 20. وغادي نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل 19 عمود بلفة، من بعد نرجع لكم. غادي نعملو منزلقة في ثالث غرزة من أول عمود، ثم غرزة واحدة، غادي مباشرة نخليو غرزة واحدة، وفي الغرزة الثانية غادي نعملو حشو بهذا الشكل، ثم نخليو غرزة مرة أخرى، وفي الغرزة الموالية غادي نعمل 3 عمود بلفة، 3 غرزات، 3 عمود بلفة. نعيد مرة أخرى، من بعد ما عملنا المنزلقة غادي نخلي نرتفع سلسلة واحدة، وغادي نخلي غرزة، وفي الغرزة الموالية غادي نستعمل غرزة حشو، ثم نخلي غرزة، وفي الغرزة الموالية غادي نعمل فيها 3 عمود بلفة، 3 غرزات، 3 عمود بلفة في نفس المكان بهذا الشكل. على هذا الشكل أصبح هنا أول زاوية ديال هذه النجمة. من بعد نخلي غرزة واحدة، وفي الغرزة الموالية حشو، غرزة حشو، ثم غادي نخلي غرزة واحدة، وفي الغرزة الموالية نفس العمل، 3 عمود بلفة، 3 غرزات، 3 عمود بلفة في نفس المكان طبيعة الحال. ثلاث غرزات ثم 3 عمود بلفة. اثنان ثم 3. مرة أخرى نعاود، نخلي غرزة، وفي الغرزة الموالية هنعمل حشو، نخلي غرزة، وفي الغرزة الموالية 3 عمود بلفة، 3 غرزات، 3 عمود بلفة، وهكا غنكونو كملنا الزاوية الثالثة، وغادي تكملوا باقي العمل حتى تنهيو هاد الدور. غادي يصبح لكم 5 مجموعات ديال هاد النجمة أو ستار.
من بعد ما نهيتو كل العمل ديالكم كما كتلاحظوا غادي مباشرة غادي نعمل هنايا منزلقة بهذا الشكل باش نكون كملت كل شيء على هذا الشكل. اصبح هنا ارى 5 زوايا. مرة اخرى غادي نعمل واحد المنزلقة كما كتلاحظوا هنا عدت 3 بقاو عدت 3 غرزات. غادي نعمل منزلقة مرة اخرى. انتبهوا جيدا في هذا الدور لانه ولا غادي يكون مختلف عن الادوار الاخرى. مرة اخرى غادي نعمل منزلقة. مجموع غادي يصبح لنا 3 منزلقات. غادي نرتفع 3 غرزات. غنرتفع 3 غرزات بهذا الشكل. وغتبقى لنا غرزة واحدة غادي نعملو فيها عمود بلفة. بهذا الشكل. وغادي نوصلو لهذا لأول فراغ. بالنسبة لهذا أول فراغ غنعملو 3 عمود بلفة. 3 غرزات. 3 عمود بلفة. بهذا الشكل. ما يكون واضح. 3 غرزات. ثم 3 عمود بلفة. بهذا الشكل. يعني من بعد ما عملنا 3 منزلقات نرتفع 3 غرزات. ثم مرة أخرى عمود بلفة في الغرزة الموالية. ثم هذا العمل اللي كنديروه دابا كما كتلاحظوا هنايا مباشرة في هذه الغرزة غنعمل عمود بلفة. وفي الغرزة الموالية مرة أخرى عمود بلفة. وغنتوقفوا هنايا باش نوريكم كما كتلاحظوا هنايا درنا 2 عمود بلفة. لهذا فأنا عملت هنايا 2 عمود بلفة في غرزات مختلفة. غتبقى لينا واحد الغرزة هنايا كما كتلاحظوا وغرزة في هذا الوسط ما بين مجموعة ومجموعة كما كتلاحظوا. مرة أخرى نعاود غتبقى لنا غرزة في المجموعة الأولى وغرزة وسط ما بين كل مجموعتين. ثم نخلي غرزة مرة أخرى وغيتبقاو لينا 2 كما عملنا في الأول. الا بغيتو كاع تهناو من هذا الحساب غتبداو من الزاويه وغتهبطوا 2 غرزات. هكا غادي تعرفوا فين غديروا العمود بلفه. كنتمنى ان شاء الله يكون واضح يعني يكون الفيديو اكثر افاده من الشرح ديالي. مباشره وصلنا الفراغ يعني كما العمل الاول غادي نطبقوه في العمل الثاني. كما درنا في العمل الاول اننا عملنا 3 منزلقات. لهدف انا خليت 3 غرزات باعتبار انهم 3 منزلقات. لهدف انا ما خدمتش فيهم وخدمت مباشرة في الغرزتين الاخيرتين وعملت فيهم كل واحدة عمود بلفة. ووصلنا الفراغ الثاني غادي نعملو فيه 3 عمود بلفة. 3 غرزات. 3 عمود بلفة. وبهذا الشكل كما العادة غادي نديرو 2 عمود بلفة في غرزات مختلفة. 2 كما عملنا في أول زاوية. مرة أخرى عمود بلفة يعني 2 أصبح مجموع 2. مرة أخرى إلا بغات تحسبو من الفوق غتخليو 2 غرزات بهذا الشكل. هكا باش مبقاوش ندوخكم يعني بداو تحسبو من الرأس ديال الزاوية. نزلوا على 2 غرزات وعملوا فيهم عمود بلفة في كل غرزة. مرة أخرى في الفراغ 3 عمود بلفة. 3 غرزات. 3 عمود بلفة. وكنعتذر على التكرار فقط هكا باش لأنه هذا الدور هذا الدور هو فقط دور مختلف يعني الأدوار الماجية غادي يكونوا مكررين يعني غتطبقوهم تتنهيو البطانية ديالكم. ثم 3 عمود بلفة. ثم في غرزتين مختلفتين أو متواليتين نعمل عمود بلفة في كل واحدة. 2 عمود بلفة في كل واحدة.
هنايا كما كتلاحظوا كنهبط تنازلي في الزاوية في غرزتين، هكا نعمل لكل وحدة عمود بلفة، هكا أسهل لكم باش ما بقوا يجيكم شوية صعيب. من بعد ما كملت كما كتلاحظوا بقات لنا هنايا غرزة وهاد الفراغ، مباشرة نخليوهم طبيعة الحال لأن غادي نطبقوا غنكرر نفس العملية، وغادي نعمل منزلقة في أول عمود، ثلاث غرزة من أول عمود بهذا الشكل كما كتلاحظوا. غادي نعمل مرة أخرى واحد المنزلقة، فقط منزلقة واحدة، وغنرتفع ثلاث غرزات، وفي كل غرزة غادي نعمل عمود بلفة، وهذا هو أسهل دور واللي غتطبقوا فيه بطبيعة الحال كل عمل ديالكم. في أي غرزة غنعملوا عمود بلفة، وفي الزاوية ثلاث عمود بلفة، ثلاث غرزات، ثلاث عمود بلفة، ما كيتبدلش يعني نفس العمل ما كيتبدلش. ثلاث غرزات، ثلاثة في نفس المكان، ثلاثة عمود بلفة. اثنان ثم ثلاثة، مرة أخرى كما تلاحظوا هنا هذه أول زاوية، وغدا في كل غرزة غادي نعمل عمود بلفة، ونوريكم إمتى غادي تحبسوا، غنوريكم شحال غتخليو من غرزات فارغة ما غتخدموش عليها. في الأول تقدروا تحسبوا باش هكا من بعد ملي تولفوا العمل ديالكم صافي، غتكتفيو أنكم تحسبوا غتخدموا مباشرة، ما غاديش يجيكم صعيب. أنا في الأول كنت كنحسب باش هكايا ما يتخربقش العمل، ولكن من بعد ملي تمسكت به غادي نحلها لأن ما كاش عليا نديرها بهذا الشكل. كما كتلاحظوا في اول مجموعه بقات لنا واحد الغرزه، في اول مجموعه بقات واحد الغرزه، وما بين كل مجموعه ومجموعه كاين واحد الغرزه، لهدف غنخليوهم بجوجهم وغادي نخدمو في ثالث غرزه بهذا الشكل. غادي نخدمو في ثالث غرزه، غنخليو فقط غرزتين، الغرزه الاولى في المجموعة الأولى، والغرزة الثانية بين المجموعات، والغرزة الثالثة هي اللي غادي نخدمو بها مباشرة. يعني في كل غرزة غتجينا عمود بلفة، وملي غادي نوصلو الزاوية نفس العمل. أتمنى إن شاء الله يكون الشرح واضح. اثنان ثم ثلاثة، ثلاث غرزات ثم ثلاث عمود بلفة. ثم ثلاثة مباشرة غادي نعمل في كل غرزة عمود بلفة وغنطلقو، باش أنكم تعرفوا العمل ديالكم صحيح هو أنكم تحسبوا الجهة الأخرى والجهة الأخرى شحال عندكم من عمود. كما كتلاحظوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما غاديش نحسب الزاوية بطبيعة الحال، ما غاديش نحسب هذه الزاوية مرة أخرى. واحد 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 اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني نفس العدد. هكا باش تعرفوا العمل ديالكم أنه صحيح. كما كتلاحظوا بقات غرزة واحدة في المجموعة الأولى وغرزة واحدة بين المجموعات، وغنخدم مباشرة في الغرزة الثالثة على هذا الشكل. وهكا غادي بالنسبه لهذا الدور فهو دور غادي يكون مكرر، يعني هو اللي غتستعملوه تتحصلوا على الحجم المناسب ديال هاد البطانيه. دائما منزلقه، غديروا منزلقه ومنزلقه اخرى ثم ثلاث غرزات وغتكملوا،
ما بين كل مجموعة ومجموعة غتخليو غرزة ثاني، وفي الغرزة الثالثة غتبداو تخدموا عليها. كنتمنى ان شاء الله الشرح يكون واضح، الا ما واضحش ليكم عفوا اكيد خليو ليا الاستفسارات ديالكم والتساؤلات ديالكم على في التعليق، وانا غنكون فرحانة انني نعيد مرة اخرى الفيديو، ماشي مشكل، طريقة اخرى هكا حتى تستافدوا اكثر واكثر. هنايا بدلت اللون كما كتلاحظوا، انا عملت ثلاث الوان، وفي اخر اللون غادي نستعمل اللون الابيض لاني اكتفيت بهذا الحجم على هذا الشكل. نعيد مرة اخرى في الادوار الماجية، غتعملوا منزلقة ثم منزلقة اخرى ثم ترتفعوا ثلاث غرزات، وغديروا الأعمدة العمود بلفة في كل غرزة، وغتوصلوا الزاوية، وغتعملوا عمود بلفة في كل غرزة، وغتخليوا غرزتين، الغرزة الأولى في المجموعة الأولى والغرزة الثانية في المجموعة في وسط ما بين المجموعتين، وغتخدموا في مباشرة في المجموعة الموالية. كما كتلاحظوا هنايا هذا هو نهيت العمل ديالي، عملت منزلقه، خليت الغرز كم بطبيعه الحال يعني نفس الطريقه كما لاحظتوا، فانا خليت غرزتين يعني خاويه كم بطبيعه الحال، ثم عملت منزلقه في ثالث غرزه من اول عمود، ثم عملت غرزه واحده كتثبيت وقطعت الخيط، وهذا هو الشكل النهائي. كما كتلاحظوا ممكن تبدلوا الالوان، ممكن انكم تعملوا اكثر من ثلاث الوان، ممكن لون واحد. الا بغيتوا مفرش للارض في طبيعه الحال حاولوا انكم ديروا خيط سميك او خيط القليم او الخيط الخاص بالتيشيرت، انا باقي ما عارفاش الاسم ديالو باش كلشي يفهمو، وعلى ما اظن قليم. كنتمنى تحاولوا ليا، وهذا هو الشكل النهائي. انا باقي هنايا ما جبتش او ما مدتش المفرش او البطانيه، انا بالنسبه لي استعملتها كبطانيه، وهذا هو الشكل النهائي. انا هنا وضعتها في الارض باش هكايا توضح لكم اكثر ويبان لكم الشكل ديالها مع الالوان طبيعه الحال. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو او العمل، قصدي العمل، نال الاعجاب ديالكم وتطبقوه بطبيعه الحال. اذا بغيتوا الوان ربيعيه استعملوا الوان مختلفه هكا ربيعيه كالبرتقالي والازرق والاخضر، غادي يجي ايضا زوين بزاف، وهكا تزينوا به الغرف الاطفال او غرف ديالكم او فوق السرير او فوق الكراسي او فوق لي كانابي، يعني عندكم يعني استعمالات كثيره جدا جدا، وهو بسرعه يعني كتعملوا، ما كيحتاج الوقت طويل، ما كيحتاج الواحد المجهود. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والا كنت اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس هكا باش دائما يوصلكم كل جديد، وايضا تكتبوا لي اقتراحات ديالكم والاشياء اللي بغيتوا تعرفوها من بعد يعني الفيديوهات القادمه باذن الله تعالى. ما تنساوش ايضا انكم زوروا الصفحه ديالي على انستغرام، لانني كن بعض الباترونات كنلوحهم فيها، وكنتمنى ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر باذن الله تعالى. دمتم بخير، مع السلامه.